درنا حساب ماكسيموم كانت لنا اليوم زيارة ميدانية لعدد من المشاريع تخص قطاع الأشغال العمومية. كانت أول نقطة هو النفق اللي راه عرف يعني تقدم أشغال لا بأس بها تفوت 80%. كان التزام من المؤسسة الوطنية اللي يدخل حيز الخدمة قبل 20 جويلية، هذا باش يسهل يعني الحركة تاع المرور والاختناق يعني الحركة المرورية. بالنسبة للطريق الاجتنابي مدخل اللي يقدر ب 15 كيلومتر باتجاه الولايات الجنوبية خاصة ولاية بسكرة، هو الآخر سيدخل حيز الخدمة قبل 20 جويلية. بالنسبة للمشاريع التي سجلت في إطار برنامج 2024، الطريق الاجتنابي ابتداء من منطقة المعذر بلدية بوسعادة في اتجاه بلدية خبانة ومسيف لتقدر المسافة ب 17 كيلومتر، وهذا برنامج 2024 هو الآخر عرف انطلاق الأشغال هذا اليوم، وراح يسهل يعني ويسهل حركة تنقل المواطنين خاصة الفلاحين، وانا نعرف بلي هذه المنطقة فيها تمركز كبير للنشاط الفلاحي.